سيداتي يعني سادتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بأنوار المعرفة الدينية التي تطمح النفوس لها حتى تتفتح عقولها وقلوبها على بلوغ المعرفة الدينية، من أهل الفضل ونبذة من حلقات العلم للشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نتوجه إليه بالشكر على ما يتفضل به من قول بليغ في لقائنا المتكرر من أجل راحة العقول. البغي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. ما هي عقوبة البغي هنا؟ البغي هو محاولة أخذ من الغير لغير حقك، يعني عايز تاخد منه اي حاجه مش حقك يبقى اسمه بغي. يبقى البغي معناها ايه؟ اخذ غير الحق من الغير. نعم، في ذاته او في ماله او في عرضه، ده هو البغي. الايه هنا فيها مخالفات في الضمائر، طائفتان لتسميه طائفه، يبقى كان طائفه مفرد مسماها طائفتان، لكنه حينما جاء جابها بطريق الجمع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قالش اقتتلتا، لأنه بيتكلم عن اثنين طائفتين، يبقى اقتتلتا يجيب مسمى، فقال ايه؟ اقتتلوا، لأن الطائفة مكونة من أفراد، في مفرد، هو أي مفرد إنما مكون من أفراد. طب ما هي كلمة قوم ومفرد انما مكونه من ايه؟ من افراد. وطائفه برضو مفرد لكنها مكونه من ايه؟ من جمع. ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كون الطائفتان تقتتلهم لما يدخلوا في قتال بقى كل فرد امام فرد، مش الطائفه دي واقفه بجهه كده وتعمل بالثانيه كده، لا، ساحه الافراد في بعضها، يبقى الفرديه ظهرت ساعه الاقتتال. إنما هم طائفتين كل طائفة متميزة، لما اجتمعوا في القتال اتلخبطوا، دي قبل ده وده قبل ده، ما مش مميزين دي طائفة بس كسيف كده وعملوا، لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، لا، اقتتلوا للأفرضية هنا، وفي فكرة القتال مش الأفراد هي اللي بتقرر، الطائفة كلها بتقرر. فساعة التقرير كانوا اثنين، طائفة دي والطائفة دي، لكن ساعة القتال بقوا أفراد، فراعى في التوقيت الأول طائفتين، وراعى في العملية الثانية القتال الجمع اقتتلوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، ما دام قال اقتتلوا قال أصلحوا بينهم بقى، ما هو جاب جمع، قال لك لا فاصلحوا بينهما، رجع لمين؟ للطائفتين للتثنيه. قال لك لان لما اجي اصلح يبقى ما امسكش فرد من هنا واصلحه على فرد من هناك، انا بمسك اصول الطائفه واصطلح واعمل طائفه، فرجعوا اثنين زي الاول. يبقى طائفتان ادي الاول اللي قرروا البغي خلاص اقتتلوا، لكن لما اقتتلوا الفرديه ظهرت، كل فرد امل قبل فرد، لما جينا ايه؟ لصالح لازم ايه؟ مش بصالح افراد بقى، انا بصالح الجماعه اللي قالت يلا ايه يلا. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، ادي رجع للفضل. فان بغت بعد الصلح واحده منهم ما استنامتش لقضيه الصلح، وبعد ذلك ظلت في ايه؟ شراسه بغيها، فان بغت احداهما على الاخرى ما تبقاش تسيبهم طائفتين بقى، لازم انتوا تدخلوا عنصر جديد مع الايه؟ مع المغلوب. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي، انتوا بقيتوا طائفه ثانيه،
فإن بغت إحداهما أي أخذت حقا غيرها في ذات أو في مال أو في عرض فقاتلوا أنتم التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وده ليه؟ عشان يعمل تعادل في ميزان السلام في المجتمع، لأن النفس البشرية لها أغيار. ما قالش إن المسلم ما يفكرش في شر، يصح يفكر في شر، لأنه مدام مثلا جرم الزنا وفرض له عقوبة، جرم السرقة فرض له عقوبة، جرم القذف، يبقى المسلم عرضة بأن تغيب عنه مناهج الوحي بغفلة ويعمل أعمال مثلا. فوضع قانونا مش للسلام بس، وضع قانونا أيضا بسلامة الإنسان حالة تعديه على أخذ حق الغير. الطائفتين ويا بعض نصلحوا مصطلحهم أهلا وتصحوش، أنتم بقى أيها المؤمنين كونوا الطائفة التي تقاتل الإيه. فإذا علم الكل إن يصطلحهم يا الضعيف ينصره المجتمع كله، يبقى ما فيش واحد يعتدي على الإيه على الثاني، والسلام يفضل قائم. الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. ما ينبغي للمؤمنين أن يقتلوا، لأنهم إيمان واحد وبإله واحد وبرسول واحد وبمنهج واحد، يبقى مش ممكن أن فيه مؤمن يقتل أخوه إلا أن يقول القتل خطأ غير مقصود مش عمد يعني. يبقى ما كاد لمؤمنا أن يقتل أخاه عمدا، وإنما يصح أن يقتله خطأ. فلما يقتل عمد فيه قصاص، ولما يقتل خطأ ما يبقاش فيه قصاص، لأنه ما يقصدش أنا بضرب عصفورة وبعدين تبان إن واحد كان على طلع الشجرة ولا بتاعه ده وأصابته، أنا خطأ ما قصدتوش. يعمل إيه بقى؟ فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان عندك عبيد حرر رقبة، لأنك قتلت واحدا فحرر واحدا، قتلت واحدا فحرر واحد، فحرر واحدا. وبعدين طب التاني لما تقول إيه اللي استفاد؟ قال لك دية إلى أهله تعويض. ما معنى كلمة الدية هنا؟ كلمة الدية. الدية الدية هي الجعل الذي يجعل لقضاء حق الدم في غير عمد. نعم. ومن يحمل الدية؟ الدية الأصل في الدية أن تكون من العاقلة. ليه مش من الجاني؟ قال لك لأن العاقلة العيلة يعني لما تعرف إن واحد فرد منها هيعمل جريمة وهي تغرم، تقوم تحرص على أن لا يجرم أحد. اللي يبتدي يشيد في الجرائم يضربوه على دماغه، لانك انت هتجيب لنا داهيه. يبقى هذا السبب في ان الايه العاقله هي اللي تدفع الايه تدفع الديه. هل هناك مقدار للديه؟ ايوه. التشريع الاسلامي حينما جاء واجه قضايا لها حلول في الجاهليه، فما كان منها موافق للطب اقره، وما كان منها مخالف اذاه. فالديه هذه كانت عند العرب 100 ناقه. نعم. فالإسلام أيه؟ الإسلام أقرها. ودي خدوها من أيه؟ من حكاية إيه؟ لا في مسألة لما سيدنا عبد المطلب كان رأى أن يحفر زمزما. حفر زمزم ده البير اللي الناس هتشرب منه شرف كبير، يقول لك تحفر في زمزم. فالعرب ما مكنتوش، قالوا له انت تستمد بهذا الشرف، فحشوه
فقال لو أن لي عزوة حوالي كده وحشوني ما كانوش قدروا علي. فنذر إن وهبه الله 10 يحتاطوا به كده ويمنعوا الناس دولي أن يقدم واحدا منهم قربانا لله. فلما بقوا 10 كان العاشر عبد الله، فقرر انه ايه انه يقدموا قربانا لله ويذبحوا. فاهله اخواله وعمامه وقفوا له قالوا مش ممكن تقعدوا انظروا عيالك بس. قالوا له ولكن احنا نعمل قرعه بينه وبين جمل، فإن جاءت القرعة على الجمل يبقى نذبح جمل بداله، إن جاءت على جملين نذبح جملين. قعدوا يجيبوا جمل تيجي عليه، اتنين تيجي عليه لحد ما بقوا 100، فجاءت على 100 فصارت دية الواحد 100 ايه 100 جمل. هل تظل إلى وقتنا هذا 100 جمل؟ طبعا بس تقيم بقى. تقيم البلاد اللي ما فيهاش إبل تقيم. الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. شرب الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، في نهاية رحلتنا الإيمانية نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على ما تفضل به علينا من علمه الواسع. نسأل الله أن نلتقي دائما على خير وبركة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تسمية طائفة، يبقى كان طائفة مفرد مسماها طائفتان، لكنه حينما جاء جابها بطريق الجمع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قالش اقتتلتا، لأنه بيتكلم عن اثنين طائفتين يبقى اقتتلتا يجيب تسمية مسمى. فقال ايه فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. ما هي عقوبة البغي هنا؟ البغي هو محاولة أخذ من الغير لغير حقك. شكرا على ما تفضل به من قول بليغ في لقائنا المتكرر من أجل راحة العقول. البغي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني عايز تأخذ منه أي حاجة مش حقك يبقى اسمه بغي. يبقى البغي معناها إيه؟ أخذ غير الحق من الغير. نعم. في ذاته أو في ماله أو في عرضه، ده هو البغي. الآية هنا فيها مخالفات في الضمائر. طائفتان. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بأنوار المعرفة الدينية التي تطمح النفوس لها حتى تتفتح عقولها وقلوبها على بلوغ المعرفة الدينية، من أهل الفضل ونبذة من حلقات العلم للشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نتوجه إليه بالشكر.